أهلا بيكم. لغاية سنة 2012 كان كل المعروف عنه أنه العربي الغامض، وهو أحد الركاب الناجين من غرق السفينة RMS تايتانيك يوم 14 إبريل 1912. كان الراكب المصري الوحيد على السفينة تايتانيك حمد حسب بريك، كان بيشتغل ترجمان أو زي ما بنقول مرشد سياحي في شركة توماس كوك فرع شيبرد في القاهرة، وده لأنه بيتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وكان معروف عنه أنه كريم جدا، وده خلاه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع السياح اللي زاروا مصر، وكان هو المرشد السياحي بتاعه. الصحفية ياسمين سعد، وبعد رحلة بحث طويلة عن العربي الغامض على متن السفينة تايتانيك، قدرت توصل المعلومات عن قصة الحاج حمد حسب بريك. حمد كان عمره 27 سنة لما جات له دعوة من رجل الأعمال الأمريكي هنري إس هاربر ومراته مايرا هاربر علشان يكون ضيفهم ويركب معاهم سفينة تايتانيك، وده كان ردا لكرمه معاهم لما كانوا بيزوروا مصر وحجزوا له تذكرة على الدرجة الأولى. سافر حمد عشان يلبي دعوة أصدقائه الخواجة والست زي ما كان بيلقبهم في جواباته اللي بعتها لأسرته بعد حادثة الغرق. وفي ليلة الغرق، وزي ما حكى الحاج حمد لأحفاده، كان على سطح السفينة وسمع صوت عالي في مركز المراقبة، وفهم من كلامهم إن السفينة اصطدمت بجبل جليدي وإنها بتغرق. راح جاري على أصدقائه هنري وميرا وقال لهم اللي سمعوا في غرفة المراقبة، ولموا متعلقاتهم وجريوا عشان يلحقوا مركب من مراكب الإنقاذ. ولما وصلوا لمنطقة الإنقاذ لأن الناس بتندفع جامد وكله بينط في المراكب، راح واخد أصدقائه تحت دراعه وزقهم في المركب رقم 3 ونط معه، وبعدين تم إنقاذه مع باقي الركاب الناجين. بعت رسالة لأخوه في فندق مينا هاوس بعد حادثة الغرق بأربع أيام بيطمنه إنه كويس، وبعدين بعدها بعت رسالة تانية لأهله بيطمنهم عليه وإن الخواجة والست بيسلموا عليهم. بعد ما تم إنقاذه مع باقي الركاب رجع مصر بعد 3 سنين من حادثة الغرق، وكان بيقول إنه خلال ال3 سنين دول كان فاقد الذاكرة ومحدش عارف حصل له إيه فيه. بس استنوا، مش دي بس علاقة المصريين الوحيدة بالسفينة تايتانيك. النجاية هيلين مارجريت بيشوب، واللي كانت في مركب الإنقاذ رقم 7، علشان تطمن الناس اللي معاها في المركب قالت لهم إن هي بتقضي شهر العسل بتاعها في مصر، في عراف مصري قال لها نبوءة إن هي هتتعرض لحادثة غرق سفينة وحيتم إنقاذها، وبعد حادثة السفينة هتنجب برضو من زلزال هيحصل، وإن بعد الزلزال ده هتموت في حادثة عربية. وده حصل فعلا، إنه تم إنقاذها من حادثة السفينة تايتانيك، وبعدين حصل زلزال في ولاية كاليفورنيا في مكان ما هي ساكنة وبرضو نجت منه، وبعدين اتعرضت لحادثة سيارة بالفعل سنة 1913 بس برضو ما ماتتش. بس كده، أحمد حجازي.